ايه مالك؟ قلبه وشك ليه؟ متضايقة بقولك ايه، الحزن في القلب بقى فكيها ومتخليش الراجل يقفش مننا. أنا متضايقة من كاميليا عشان مادة إيدها عليا، وأنا عمري ما حد مد إيده عليا. هقولك على حاجة بس ما تزعليش مني، يعني قولي يا حنان، هي مش من حقها انها تمد ايديها عليكي، وانا لو كنت مكانك كنت رديت لها القلم في ساعتها. هي كده هتعمل عليكي الكبيرة، هي عملت خلاص. يبقى انتي لازم تاخدي بالك قوي من تصرفاتها وتشوفيها هتعمل ايه. مش فاهمة انت عايزة تقولي ايه بالظبط. يعني خدي بالك عشان الحاج الله يرحمه اكيد شايل له قرشين كده ولا كده، وهيخرج له معاش، وهي لما هتصدق تكوش عليهم؟ سأليني انا يا شيخة، مش للدرجة دي بقى. يا مروه، انا بنصحك بس في الاخر انتي حره. الواحد لما بيشوف الناس النظيفة دي بيحس ان عمره مستحمى. الواد ابيض بيبرق زي الفل. لا اكيد ما بيستحماش بميه زينا، ميه معدنيه اهو كولونيا. طب خدي بالك بقى عشان ريحتك فاحت. عارفه قسم التصميمات؟ لا. اسالي اي فراش هيقولك عليه. تروحي تاخدي الرسومات من هناك وجري على المصنع تسلميها وتيجي تاني على طول، وعلى الله تقولي لي ما تعرفيش فين المصنع. حصل. اسالي. بقول لك ايه؟ نعم. ميت حبي عايزك جوه. انا؟ انتي. وشوفي عايز ايه؟ استني. نعم. ظبطي نفسك كده عشان ما تدخليش مبهدله. يلا. نجد. الهي يجي لك حجز في رجليك يا شيخ. بتقولي ايه؟ خبطت ركبتي، الله يخرب بيتك. بقول لك ايه؟ ما تروحيش، اروح سوا ماشي؟ اوكي. يلا. العرض اللي فات كان سيء جدا، انا مش هشتغل مع الناس دي تاني. وبعدين ايه البنت اللي انت كنت جايبها دي يا بابا؟ زفت طبعا. انت ما كنتش شايف بطنها قدامها كانت عامله ازاي؟ لا اسمع اسمع. الموديل هي اللي بتبيع المنتج. طبعا. الستات بتصدق ان الفستان هيبقى عليها زي ما هو على الموديل بالظبط. لا لا لا، احنا اللي بنعمل البنات دي. اللي مش عاجبها مع الف سلامه. مليون غيرها يتمنوا يبقوا مكانها. لا معلش، يعني محتاجه اريح شويه عشان السيزون الجديد. ماشي ماشي، مع السلامه. انت البنت الجديده؟ مروه مش كده؟ اسمي مروه. خريجة ايه يا مروة؟ أنا خريجة آداب. آداب ايه؟ آداب فلسفة. بس جامدة فلسفة. شديدة الحقيقة. طيب بص يا مروة، أنت هتاخد المجلات دي تقريها كويس وتطلعي كل المقالات اللي اتكتبت عنها، تكتبيهم في تقرير وتقدميهم لي على حسب الأهمية. حاضر. فاهمة؟ حاضر، تحت أمر حضرتك. عن إذنك. أنا آسفة. يا لؤي، البنت اللي انت جايبها دي. ماشي يا سيدي ماشي، اما نشوف. استاذ لؤي، ايه ما كلمتنيش ليه؟ بقول لك ايه، ابعد عن اخوك، انا مش ناقصك واحد ابوك. لو بقى هتزعلني تاني؟ انت عايز ايه؟ انت البنات دي ما عجبتكش؟ لا 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 لا، كده انا شامم ريحه وحشه قوي في كلامك. على فكره البنات دي محترمه جدا وجايه هنا عشان تشتغل وبس، وبعدين انت كده بتشتمني. لؤي انت على طول فهمني غلط كده يا اخي،
انا قصدي يعني ان احنا شركه فاشنز ولازم يكونوا لايقيني على الشغل بتاعنا. يعني انت بتفهم ايه بس؟ اذا كان كده معلش لو سمحت بقى غور عن وشي عشان انا مش طايق نفسي. ايوه يا اهلا يا استاذ جمال اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا استاذ عبد الله. انا قلت اجي اقعد معاك شويه كده وبالمره اشكرك على وقفتك معانا في جنازه الله يرحمه عبد العزيز. يا سيدي ده واجب يا اخي. مع انك ما تعرفوش الموت ما فيهوش تعرفه وما تعرفوش. واضح ان انت راجل طيب. الله يخليك. اتفضل يا سيدي. بس يا رب بقى يعجبك. اصلا يعني في المطبخ مش قد كده. اي حاجه من عمايل ايديك تبقى زي الفل. الله يكرمك. الله يكرمك. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ دي الاوضه بقت حاجه تانية خالص يا استاذ عبد الله. واضح ان حضرتك بتحب النظام. يعني على قدي. وحضرتك متجوز؟ لا. ولا كنت متجوز؟ كنت. أنا بقى لا كنت ولا حكون. اتفضل يا سيدي اتفضل. يزيد فضلك يا سيدي. اتفضل. يا أهلا 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 سام شرفتني. أصلا أنا بقى كنت كل ما أجي أفكر في الحكاية دي أقول إن شاء الله بكرة الحال هيبقى أحسن. بكرة المرتب هيتعدل. بكرة هلاقي وظيفة تانية أحسن من الوظيفة اللي أنا فيها دي. إنما للأسف ما حصلش. إن شاء الله ربنا هيكرمك بإذن الله وكرمنا جميعا. خلاص بقى ما عادش ينفع. أنا أصلي صاحب مقولة إن فاتك الميري اتمرغ في ترابه. وإنت بقى إيه ظروفك؟ أنا بقى لا اتمرمغت في الميري ولا تراب الميري رضي مرمغني فيه. قصدك إيه؟ قصدي يعني أنا على باب الله. الشغل اللي بلاقيها بشتغلها وبستناها بكرة. وما كنتش انجبت اطفال يعني؟ لا في الحقيقه اصل انا طلقت بعد ما اتجوزت بست شهور. ما اتجوزتش تاني ليه؟ اكيد انت ساعتها كنت لسه يعني شاب صغير. ليه دي بقى؟ احكي لك عليها بعدين. طب ما تعمل لنا كوبايتين شاي وتحكي لي. ده يوم المنى.